هاي جريد 3، معاكم ميس إيمان سيد من قناة ميس إيمان. إن شاء الله النهارده جريد 3 هكمل معاكم يونت 3 اللي بدأنا فيه قبل كده، اللي هو خدنا فيه لسن 1 ولسن 2، وهنكمل النهارده إيه 3 4 لحد إند أوف ذا يونت. But before I will start our lesson today, I would like to say that I have a channel. I would like to make share, like, subscribe to my channel. عايزة بس أقول لكم قبل ما أبدأ الدرس بتاعي، يا ريت ما تنسونيش في الشير واللايك سبسكرايب للشانل للقناه عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده. وعايز اقول لكم يا جريد 3 ان انا بنزل لكم بي دي اف بتاع الكتاب اللي بنشرح منه مع رقم واتساب جروب، عشان اللي عايز يتواصل معايا ويتابع، او مثلا تبعتوا لي حاجات تشوفها ممكن تبعتوا لي، ممكن تبعتوا لي كمان على الشانل عشان نقدر نتواصل مع بعض. يعني اي حد عنده سؤال، اي حد مش فاهم حاجه ويقول انا لو سمحتي اشرحي تاني، اعمل فيديو تاني فيه شرح للحاجه اللي احنا مش فاهمينها. اوكي، بس يا ريت بس تدعموني بالشير واللايك وسبسكرايب عشان الفيديو، يعني عشان ده بيبقى ايه دعم ليا للقناه، عشان ايه اوصل لكم كل الحاجه دي، كل الفيديوهات الجديده اللي بعملها. تعالوا النهارده يا جريد 3 هنبدا مع بعض. انتوا فاكرين يونت 3 اللي احنا كنا بدأنا فيه كده؟ تعالوا كده هنعمل ريفايز على ليسون 1 وليسون 2 وندخل على ليسون 3. طبعا احنا كنا اتكلمنا على الدرس كان اسمه اون ذا ويك اند، يعني في نهاية الاسبوع. طبعا دي كانت الكلمات اللي احنا خدناها، الفوكابل اللي احنا خدناها: بلاي سبورتس، درو بيكتشرز، ليسن تو ميوزك، تيك فوتوز، كولكت ماجنتس، سينج سونج. استخدمنا الكلمات برضو، كان عندنا اولد اند باب، فيري جود، لايك ولاف، باب ميوزك وكات، دونت لايك. واستخدمنا دونت لايك، وقلنا ان وقلنا لايك يجي وراها الاي ان جي جرنت، اتكلمنا برضو عليها. اتكلمنا على اند وبات، وقلنا الاند اللي هي لما بيبقى فيه تو، يعني نعمل اديشنال لايديا معينه، لكن بات بستخدمها لما يبقى فيه تو سنتنس كونتراست، يعني في تعارض بينهم. اتكلمنا عن البريزنت كونتينوس تنس، وقلنا ازاي بنعمل بريزنت كونتينوس تنس، ام از ار بس الفيرب بلس اي ان جي، وقلنا الكيورد بتاعته. واتكلمنا طبعا على طبعا حلينا طبعا الاكسرسايزز اللي على الدرس ده، وطبعا انتوا طبعا اتكلمنا برضه في البانكيت، وطبعا في ليسون 2 طبعا برضه كان في بعض الكلمات اللي كانت مهمه زي كلمه وات كلر از ات، لون ايه. واتكلمنا عن الكلرز، عندنا الريد واليلو، لايت بلو اللي هو ازرق فاتح، دارك بلو اللي هو ازرق غامق، بينك اللي هو بامبي، دارك جرين اخضر غامق، جراي اللي هو كان رمادي. وجراي على فكره ممكن تكتب بالاي وممكن تكتب بالاي، يعني انا شفتها في الديكشنري ممكن نكتبها بالاي برضه. اوكي، براون اللي هو بني، بلاك بلاك اللي هو اسمر. طبعا قلنا الدايز، اظن احنا طبعا حافظين الايام الاسبوع: ساتر داي، سان داي، مان داي، تيوز داي، وين داي، ثيرز داي، فراي داي، كل دول احنا حافظينهم طبعا، اللي هي الدايز اوف ذا ويك، ايام الاسبوع. اتكلمنا هنا عن ارت بلس، هابي لانش، قلنا هاب بتيجي مع الميلز، سينجنج بلس حصه غناء، هوم فور لانش وقت عوده، هوم فور لانش وقت عوده للبيت للغداء، بلاي تنس، دو جراند ماز هاوس وات، ماذا. وطبعا اتكلمنا طبعا عن الاور الساعه، وقلت لكم ان هي طبعا الساعه متقسمه 5، متقسمه كل 5، يعني ايه متقسمها 5، متقسمها 5 مينتس، يعني هنا ايه 5 10 15 كده، كل 5 يعني الساعه متقسمها 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60، اللي هي 60 اللي هم اقصد اللي هو ايه ال 60 مينتس، متقسمه هنا كل ايه كل 5. اوكي، وعرفنا برضو ازاي ان احنا نعرفها، وطبعا حليت معاكم الاكسرسايز ده لو تفتكروا برضو في الليسون اللي طبعا يا ريت بس عشان بس ما اطولش الفيديو، ارجعوا بقى للفيديو اللي كنت شرحت فيه ليسون 1 وليسون 2، هتلاقوا طبعا الكلام ده موجود. عشان النهارده بقى هنبدا مع بعض في ليسون 3. تعالوا بقى معايا النهارده يا جريد 3 نشوف ليسون 3 ده بيتكلمنا عن، طبعا هنا بيتكلمنا عندنا كلمه ماجنت اللي هو مغناطيس، عندي نورث بول اللي هو القطب الشمالي. هو اتكلمنا عن الماجنت واللي زي ان هو الماجنت بيبقى دو تو بولز، وفي حاجه اسمها اتراكت، في حاجه اسمها اتراكت، وفي حاجه اسمها ريبيل. ريبيل يعني يبعد، اهو اهو اتراكت وريبيل، اتراكت طبعا هتاخدوها طبعا في ذا نكست تيرم في كتاب الديسكفر، اللي هو اتراكت وايه وريبيل، اللي هي ان هم لما ديفرنس يبقى في ايه اتراكت، لما بيبقوا سيم يبقى ريبيل، بيبعدوا عن ايه عن بعض.
زي كلمه ماجنت مغناطيس. نورث بول هو قطب شمالي، اتراكت يجذب، ساوث بول قطب جنوبي، ريبير يبعد او يصل. بول تجذب، بول تجذب، بول تجذب، تتجذب ايه لبعضها. بوش اواي تنافر، عندها بول تجذب، بول تجذب، بول تجذب، بول تجذب يعني تتجذب لبعض. بوش اواي يعني اقول لك بوش اواي تتنافر عن بعضها، يعني زي كده، زي تو بوز كده. ايه في ايه بوش اواي يعني ايه بيتنافروا مع بعض. عندنا كلمه ميتال اوبجكت اشياء معدنيه، تعالوا نقراهم تاني. ماجنت، نورث بول، اتراكت، ساوث بول، ريبيل، بيور توجذر، ميتال اوبجكت، بوش اواي. طيب تعالوا نبقى نبص مع بعض هنا. هنا عندنا ايه؟ A magnet has two poles, a north pole and a south pole. الماجنت فيه قطبين، نورث بول شمال وساوث بول اللي هو جنوب. The north pole attracts south pole، القطب الشمالي، القطب الشمالي بيجذب القطب الجنوبي. They pull each other اللي هو ايه؟ ان هم زي ايه؟ بيتجاذبوا ناحيه بعض، يعني بيتجاذبوا ناحيه بعض. طب هنا بقى لما بيبقى ايه؟ دي سيم بولز يبقى بوش، سيم يبقى بوش، يبقى ايه؟ بيتنافسوا. سيم بوش، لكن بيول، لكن اتراكس بيول اللي هو ايه؟ بيتجاذبوا، يعني لما يبقوا ديفرنت بيول تجاذب. لكن لما اقول ايه؟ سيم بولز يبقى بوش اوي، يعني ايه؟ يبعدوا عن بعض. طب هنا عندي كلمه ماجنت، طبعا احنا ماجنت احنا طبعا كتبناها فوق. طب هنعملها كده، هكتب لكم كام كلمه وانتوا الكلمات، بقيه الكلمات حاولوا انتوا تكتبوها لوحدكم عشان تتعودوا على كتابتها. تعالوا نبص مع بعض هنا. طب هنا كلمه ماجنت، كلمه ماجنت، هنا كلمه ميتال، ميتال يعني معدن. كلمه بوش يدفع، بوش يعني يدفع. بيول هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا بيول يشد، بوش يعني يرفع لقدام، يجر يعني. هنا إيه؟ هنا تعالوا بقى خلاص، هنا نبص بقى مع بعض هنا. ودي كده حلتها لكم انتوا برضو، ايه هسيبها لكم انتوا برضو اذا هم تحلوا يعني. بس لازم يا جريد، يا جريد 3 لما تكونوا تحلوا، لما تحلوا الفوكاب لازم تحفظ الكلمات بتتكتب ازاي. يعني يا ريت مثلا الكلمات دي تكتبوها انتوا لوحدكم، يعني يا ريت ان انتوا مثلا ايه تبقى معاك نوت بوك كده تكتب الكلمات دي على الاقل 3 تايمز، يعني كل واحده تعملها مثلا 3 تايمز. ليه؟ عشان يتحفظوا. اوكي، مهمين جدا الكلمات دي. تعالوا نبص مع بعض للتكست اللي قدامي دي. A magnet has two poles، المغناطيس له قطبين، a north pole and a south pole، شمال قطب شمالي وقطب جنوبي. The north pole attracts south pole، القطب الشمالي بيجذب القطب الجنوبي. زي بلور توجذر ان هم ايه؟ بيتجاذبوا لبعض. But the same repair، repair يعني ايه؟ يتنافر. زي بوش اواي ايه؟ بينفروا من بعض. The magnet attracts plastic object، الاجابه رايت رونج، طبعا رونج لان هو ايه؟ ميتالز. The magnet has three poles، الاجابه رونج لان هو تو. طب the north pole attracts، north pole attracts south pole، الاجابه هنا تبقى رايت. طيب the same poles repair the same poles ريبيل. اه ايوه يس، يبقى نعمل ايفنت. طبعا هنا عندنا بيقول لي ايه بقى؟ بيعمل لي سيركل على الحاجات اللي هي اتراكت ماجنت، اللي هي ايه؟ الكليبس دي اتراكت ماجنت، سيزون يس، ايه تاني؟ الايرون يس اتراكت ماجنت، يبقى ايرون كليبس اند ايه سيزون، دول اللي هم ايه؟ اتراكت ماجنت. طبعا البلاستيك نوت اتراكت ماجنت، ولا البنسل نوت اتراكت ماجنت، ولا الثريد نوت اتراكت ماجنت. هنا تعالوا بقى بيقول لي ايه؟ لوك اند كومبليت. هنا انا شايفهم هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا ايه؟ بوش اند بول يعني جر، هنا بيول اللي هو الجر، بوش يدفع. ايه؟ تعالوا بقى نبص هنا نكتبها ازاي. هنا عندنا طبعا هنا بيقول لي ايه؟ شوف هنا ايه؟ طبعا انا شايفاه هنا بيمسك الروب كده وبيعمل ايه كده؟ كده بيول، هنا كده بيول، بيول ايه؟ بيجر. بوش هنا ايه؟ يعني يدفع. هنا عندي، عندنا هنا النورث بول والساوث بول، نورث اند ساوث اللي هو الشمال والجنوب. نورث هنا، نورث اند ساوث هنا، نورث اند ساوث، نورث بول ساوث بول.
مثلا. مذكورة صوته اللي قطب الشمال وقطب الايه؟ الثانية. هنا عندنا زي سيم، السيم احنا قلنا ايه؟ لما يبقوا سيم يبقى في هنا على طول انا مغبض اقول ايه؟ ريبيل، ريبيل يتنافوا، سيم ريبيل ايه يتنافوا مع بعض. طب لما يبقوا مختلفين يبقى ريبيل، لان هو ايه تاني هنا؟ ريبيل هنا ايه؟ اتراك. هنا لما يبقوا ديفرنت يبقى هنا ايه؟ اتراك. يبقى هنا عندنا ريبيل اند اتراك. اتراك يعني ينجذب، اتراك يعني ينجذب، وبيبير يعني يتنافر. لما يبقوا سيم يبقى ريبير، لما يبقوا ديفرنت يبقى اتراك. خلاص ادينا احنا عرفنا الايه، هنحل الاكسرسايز ده ازاي. اوكي اديني وريتكم تحلوه ازاي، وانتوا بقى حلوه بقى بعد كده ايه لوحدكم. طيب على فكره بس الماجنت انا مش متاكده هو فين النورث فيس، بس هو تقريبا زي ما انا قلت لكم، بس عشان بس ايه لو كنت لخبطت فيه اعرف كنت لخبطت فيه ولا لا. هو النورث والساوث بس مش عارفه هو ايه النورث فوق والساوث تحت ولا العكس، مش عارفه. نشوف بس كده في الماجنت ده، هي المفروض تحت هنا الساوث والنورث هنا، يعني المفروض تحت الساوث زي ما انا وريتكم صح. يبقى زي ما عملت هنا الساوث وهنا النورث، زي هنا اهو ساوث اند ايه نورث. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. طبعا ايه ده كوبي كوبي، ده في سؤال بيجي لكم اللي هو التويت وكوبي. كوبي يبقى انت هتكتب ده هاند رايتنج، هتكتب زي ما هو، لكن لما يقول لك تويت يبقى انت هتغير علامات الترقيم. لازم تاخدوا بالكم من يا جريد فور من القصه دي، يعني سؤال البنك تويت يبقى انت هتصلح، كوبي يبقى انت تنزل الكلام زي ايه ما هو، عشان بس تبقى عارفين. هنا بقى نقول ايه؟ ذا اي ذا ان جي اند اس بي، يعني نقول مثلا سين فيشنج كينج ليفينج. بص بقى معايا، سين فيشنج كينج ليفينج، سين فيشنج كينج ليفينج. استخدام اللي هنا ايه البرونسيشن هنا بتاع ايه، او الفونكس هنا ايه؟ فونكس الان جي، سين فيشنج كينج ليفينج روم. طيب هنا الاس بي بقى رايت، سبيس سبيس سبيس، سبايدر سبايدر سبايدر، سبورت سبورت سبورت، سبيك سبيك سبيك. ايوه ريبيت اجين اند ريبيت افتر مي، سبيس سبيس سبيس، سبايدر سبايدر سبايدر، سبورت سبورت سبورت، سبيك سبيك سبيك. هنا عندنا كلمه ايجيبشن اللي هو مصري، ليرن يتعلم، سويم يسبح او يعوم، ايت يعني ياكل. طب هنا بقى بيتكلمني على حاجه مهمه جدا يا جريد 4، سوري جريد 3، ان شاء الله تبقوا جريد 4 نكست يير، تبقوا جريد 4 تبقوا جريد 5 كده ان شاء الله تكبروا. يعني هنا يا جريد 3 في حاجه اسمها الاكسكلاميشن مارك. يعني ايه الاكسكلاميشن مارك يا جريد 3؟ اللي هي علامه التعجب. يعني مثلا نقول لك ايه، لوك مثلا، احنا بنيجي بس نقول لوك او لسن، بنعمل ايه؟ بنعمل this mark اللي هي ايه؟ الاكسكلاميشن مارك، علامه التعجب. اي لاف يور دوج، انا بحب، اي لاف يور كات، بحب قطتك. يبقى هنا دي علامه الايه؟ علامه الاكسكلاميشن مارك. ايه؟ هنا طبعا هنا في ووردز هنا بيقول لك ايه؟ لوك اند رايت ذا ووردز، تبقى ايه الكلمات. هنا ده ايه؟ سبيس. هنا ايه؟ فيشنج بيصطاد، سبايدر كينج. هنا ايه؟ كينج. هنا ايه؟ ليفينج روم. هنا ايه؟ سويم ايت بلاي. هنا ايه دول؟ هنا ايه بلاي دول ولا ايه؟ هنا ايه دي كده؟ اه سبورتس، هنا سبورتس. خلاص يبقى انت هتكتبه طبعا ايه الكلمات اللي هي موجوده عندك. طبعا هي بيقول ايه؟ كومبليت ذا سنتنس وذ بيريد، بيريد اللي هي فول ستوب، واكسكلاميشن مارك علامه التعجب. اي فيل انجري. طيب هنا مثلا اقول لك ايه؟ اه كوتشن مارك، في كوتشن مارك كمان عندي. هنبص هنا مع بعض. يعني مثلا هنا هاجي مثلا اول سنتنس، اول حاجه هنا I feel angry، أنا شاعر بإيه؟ بغضب. يبقى نحط هنا فول ستوب. I'm Egyptian، أنا مصري. يبقى هنا إيه؟ فول ستوب. طب what is the matter؟ كده أحط كوتشن مان. What is your name؟ كوتشن مان. What time is it؟ كوتشن مان. I'm very excited، أنا يعني إيه؟ شاعر بإثارة. يبقى هنا ممكن هنا I'm very excited، يبقى هنا ممكن إيه؟ أنا شاعر بإثارة، يبقى هنا إيه؟ يتعجب. يعني ممكن يكون هنا، حتى هنا مثلا ايه تعجب. She learns English at school، يبقى هنا فول ستوب. It's half past two، فول ستوب.
اتس فيري جود، انه جيد فول ستوب. اي دونت لايك بوب ميوزك فول ستوب. اتس فيري جود، ممكن اقول انا اتس فيري جود، انه جيد فول ستوب فول ستوب. ام فيري اكسايتد، انا مثير، او ان انا ايه، مش ايه، ممكن تكون دي مثلا ايه تعجب، ان انا مصاب من حاجه، او ان انا ايه يعني في شعر بإثارة من حاجة أو كده. فهمتوا؟ خلاص أدي كده وريتكم زي ما أحط الإيه البانكتويت كلها. حاولوا بقى أنتوا تحلوا برضه إيه لوحده. تعالوا هنا مع بعض نكمل. هنا برضه دي إيه، ده كوبي ذا إيه، ده هاند رايتنج. طب تعالوا بقى نبص هنا مع بعض على الليسون الثاني، ده الليسون 5. هنا بيقول إيه؟ عندي كلمة سكول، مدرسة، كان، يستطيع، كلاس، فاست، كان، لا يستطيع، teacher معلم، speech needs احتياجات خاصة، friend صديق، special help مساعدة خاصة، easily بسهولة، walk يمشي، angry غاضب، hear يسمع، sometimes أحيانا، read يقرأ، my name اسمي، use استعمل، يستخدم أستخدم أو أستعمل، say it again قولها مرة أخرى، get the book for you أجلب لك الكتاب. في عندنا هنا sign language اللي هي لغة الإشارة، park منتزه، signs سيجنس اللي هي علامات، today اليوم، understand يفهم، now اللي هي الان، how كيف، stop the pool يوقف الكوره، try يحاول، the other team الفريق الاخر. تعالوا بقى الحين مع بعض نشوف كده. هنا بيقول ايه؟ read and learn اقرا وتعلم. hi my name is madam and I go to school in Cairo. وانا بروح مدرسه في القاهره. I like my teacher انا احب مدرستي and my class and my class very much وبحب ايه فصلي قوي. In my class we have friends who need special help. في بعض الناس في فصلي محتاجين مساعدة خاصة. أمير can talk، أمير ما كانش، تاليا can hear، تاليا ما بتسمعش. وائل can read well easily، وائل ما بيعرفش يقرا بسهولة. We help our friends، أنا بساعد أصدقاء. طبعا أنتوا لو عارفين الكلمات، طبعا الفوكاب فوق، يا ريت السؤال ده أنتوا تحلوه. فهنا بقى جريد 3. طبعا انتوا هنا الفوكاب طبعا احنا قلناه فوق، انتوا بقى ايه حاولوا ان انتوا تفكروا فيها وتحلوها. تعالوا نحل مع بعض الاكسرسايز اللي قدامي ده. هنا بيقول ايه؟ هاي ام ادم، ذيس از ذيس از فارس. هنقول بقى هنا ام ادم اند ذيس از فارس، يبقى هنحط كده ان فارس كانت هير، كانت هي فارس كانت هير بات اي كان هيلب. هنا نقول ايه؟ هنا نقول ايه؟
فارس كان هير، فارس ما بيسمع، but I can help him، لكن انا اقدر ايه اساعده، ولكن انا اقدر فيه. On Saturdays we play football. Today we are playing football in the park. فارس can stop the ball from the other team. تقدر يوقف الكوره ما من حد، يبقى نقول ايه هلو ام ام ادم اند ذيس از فارس. فارس كانت هير بات، طبعا هنا المفروض ان احنا قلنا كلمه بات بتستخدم لما يبقى تو سنتنس اوف ايه كونترست. كونترست يعني ايه جريد 3؟ يعني مختلفين، يعني انا عندي هنا نيجاتيف وعندي افيرماتيف. يعني تقول لي يعني ايه مس افيرماتيف ونيجاتيف؟ افيرماتيف يعني جمله مثبته، نيجاتيف جمله منفيه. يبقى هنا لما يبقى عندي تو سنتنس فيهم واحده نيجاتيف and another is affirmative, so I will put conjunction but. Okay, on Saturdays we play. طبعا عشان ده ايه ده هنا طبعا ده من الكيورد بتاعت الايه simple tense اللي هو بيعبر عن ايه الهابت. هنا we play football. طبعا عندي are، احنا عارفين verb to be ايه am is are plus verb plus ing، we are ايه playing in the park. تعالوا هنا بصوا بقى معايا يا جريد 3. هاي ماي نيم از ملك، انا اسمي ملك. اند اي جو تو سكول ان كايرو، اي لايك ماي تيتشر اند ماي كلاس فيري ماتش. ام فيري ام ام ان ماي كلاس وي هاف فريندز هو نيد سبيشال هيلب. امير كان توك، تاليا كان هير، وائل كان تريت ويل ايزلي، وي هيلب اور فريندز. ملك هيلبس هير فريندز، ملك بتساعد اصدقائها. الاجابه هنا تبقى رايت. ايوه هي بتقول لك ايه انا افضل اي لايك اي لايك اه اي كان هيلب اه In my class, we have friends. My name, I like my teacher. We help our friends. أنا أقدر أساعد أصدقائي. طبعا هي قالت إيه؟ Right. أمير كانت هير، أمير ما بيسمعش. لا، أمير كانت هوك، يبقى الإجابة رونج. طيب، وائل كانت ريد very very easily. وائل ما بيقدرش يقرأ بسهولة، يبقى هنا right. تاليا need special help. تاليا عايزة مساعده خاصه. ليه بقى؟ نيد سبيشال هيلب ليه بقى؟ وصح ليه؟ لانها كانت ايه؟ كانت هير. اوكي؟ تعالوا بقى نبص هنا. تعالوا بقى نخلي الاكسرسايز ده مع بعض كده على يونت 3. احنا خلصنا النهارده يونت 3، هنخلي مع بعض الاكسرسايز ده كده. هنا وات تايم از ات؟ طالما بسال يا جريد 3 بنسال عن التايم، يبقى هنقول بقى ايه؟ يبقى لما يجي يسالني عن التايم يبقى انا هقول ايه؟ التايم ايه؟ مثلا 40 اتس 5:45 او اتس ايه 30 او اتس هاف باست، مثلا هاف باست 1 او اتس ايه اتس مثلا 5:30 مثلا فور اكزامبل. يبقى هنا هنقول بقى يبقى تايم بسال بقى ايه؟ بسال ايه وات تايم از ات؟ يبقى بسال عن التايم عن الكلوك الاور سوري الاور الساعه. يبقى هنا نمبر 3. طب وات ار يو دوينج؟ انت بتعمل ايه؟ ام ريدينج ا بوك. طبعا يبقى هنقول نمبر 2. نمبر 2 از نمبر 2. انا هحل لكم التاست ده وانتوا برضه عايزاكم تحلوه انتوا برضه لوحدكم، وتبعتوا لي على الشانل عشان نشوف احنا بنعمل ايه. What do you do on the weekend؟ In the weekend احنا بنعمل ايه؟ I go to my grandma's house. يبقى ايه نمبر دي. Do you taking photos؟ هل انت بتاخد صور؟ طبعا هنا المفروض تقول لي المفروض نقول له يس اي ام. لا، ان هنا سال بدو، يبقى الاجابه ايه؟ نو اي دونت، يبقى نمبر بي. اوكي، ادينا كده احنا عرفنا الايه الاكسرسايز اتحل ازاي يا جريد. واتمنى ان انتوا تحلوه كده احسن، بدل ما تقعدوا تعملوا باللاينز كده تبقى غلط. يا ريت لو تحلوه كده بالطريقه دي يبقى افضل واجمل، يعني انتوا تحلوه كده. تعالوا هنا بقى نبص مع بعض يا جريد، يا جريد 3. هنا بيقول ايه؟ وات سبيس ار يو listening؟ وات ايه؟ ميوزك. I'm listening to pop music. Then what time is it? What second? It's 10 o'clock. Okay. هنا عندي ايه سبورتس، هنا عندي بوش يلو، يعني اكتبهم لكم كده عشان برضه ايه تبقوا عارفين. هنا سبورتس. بص
يلا. انا دلوقتي كتبت لكم ايه الكلمات اللي انتوا، طبعا احنا لو حافظين الفوكاب هنعرف نحل الاسئله، يعني سواء جاي لك مسج او جاي لك كلمات كده هتعرف تحلها لو انت مذاكر الفوكاب كويس. اوكي، الفوكاب اللي قدامك مذاكره هتعرف تحل اي سؤال يجي لك. هتقدر تحل اي سؤال يجي لك. طب تعالى هنا معايا، تعالى هنا معايا جريد 3 كده نحل الاندرلاين ده. هنا بيقول ايه؟ زي سبيس تنس، زي ار تنس. طبعا هنا عندي ار، احنا عارفين فيربك بي ايه؟ ام is or am is or plus verb plus verb plus ing form plus ing form plus ing form. طيب تعالوا انا بقى نبص ايه زي ار ايه playing tense. طيب. I like reading space I don't like drawing. يبقى هنا عندي، هنا عندنا affirmative، دي جملة افيرماتيف ودي جملة نيجاتيف. طيب انا قلت لكم يا جريد 3 احنا دلوقتي لما نستخدم جملة نيجاتيف وجملة افيرماتيف بنستخدم الكونجنكشن ايه؟ but. طيب اتس سبيس تو 12 اتس ايه؟ هنا طبعا ما ينفعش نقول ايه هاف تو 12 لان احنا بنقول هاف بس كذا، هاف الوحيده ما ينفعش تو، يبقى نقول ايه كوارتر تو ايه 12 اللي هي ايه اللي هي 12 الا ربع، يبقى هنا ايه الا، يبقى تو دي يعني الا، يبقى كوارتر. شيز سبيس فلاورز ناو، يبقى هنا عندي كلمه ناو، ناو دي من الكيوردز بتاعت ايه سمبل سوري مش سمبل بريزنت كونتينوس تنس، يبقى اف بلس الايه الفيرب في اي ان اي جي. خلاص ادينا احنا حلينا اهو قدامكم، حليته اهو قدامكم ويا ريت انتوا تحلوه. المفروض السؤال ده على بيبقى عليه 5 ماركس، نكسب ال 5 ماركس على طول يعني واحنا مغمضين، لو احنا مذاكرين هنكسبهم على طول. اوكي تعالوا هنا بقى نحل بقى نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا بنقول ايه؟ I don't go to school ايه؟ on. طبعا هنا المفروض طبعا تقول لي قلت له on يا مس منى، احنا عارفين ان هي in بتستخدم مع المانثز واليرز، لكن on بتستخدم ايه؟ مع الدايز. هنا عندك كلمه ايه؟ spider magnet، هنا green، هنا ايه؟ sing school sign language لغه الاشاره. طبعا هنا ايه هنقول هنا مثلا هنا ايه عندك ايه هتكتب هنا السنتنس، هقول هنا بقى ايه اتس ايه اتس كوارتر، يعني طبعا الرونج ارم على ايه على دي، يبقى هو ايه هنبقى ايه دي كوارتر، هنا هتبقى كوارتر اتس كوارتر تو 10 اتس كوارتر تو 10. طيب هنا ايه شي هي او هي از دروينج او هي از بينتينج. طيب هنا ايه هي از هي از ايتينج، هو بياكل. هنا هقول ايه اتس ايه it's half past six it's half past six. تعالوا هنا حل بقى معايا ده البانكويت، سؤال البانكويت هنا. طيب هنا حل هنا سؤال البانكويت، طب افهمه زي سؤال البانكويت يا جريد فور. طبعا احنا بنعلم كده على الكلمه اللي هنصلحها، طبعا هنا الاي دي سمول ليتر هتبقى كابيتال ليتر ونحط في الاخر ايه فول ستوب. طب هنا وات طبعا كابيتال ليتر برضو، وبعدين احط ايه كوتشن مارك ايه في الاخر. خلاص عرفنا سؤال البانكويت بيتحل ازاي، اظن كده انا وريتكم كل الكوتشنز كل ال الكوتشنز بتيجي ازاي والانسرز بتاعتها. Today we finished today we finished you we finished unit 3 in your book connect in your book connect. Next class I will next class I make revise on unit 1 to 3 and I will start unit and I will start unit Fire unit 4 and I will start unit 4. Thanks a lot until you meet again. Goodbye.